متابعي موقع بصراحة في كل مكان، أهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم أنا محمد صاري محرر صحفي. إحنا معاكم اليوم في قضية جديدة، قضية نوعا ما مختلفة. وأريد يكون اللي بيسمعنا دلوقتي خلال البث المباشر ممكن يتفاجأ بمعلومات جديدة، مفاجآت مدوية، مفاجآت يعني لا تذكر في أي موقع آخر، أي موقع إخباري آخر أو أي منصة إعلامية أخرى خاصة بقضية نيرة أشرف. أكيد طبعا كلنا تابعنا يعني قبل أمس يوم الخميس الماضي تحديدا رفض الطعن المقدم من محامي، عدد من المحامين، 4 محامين للدفاع عن محمد عادل، وتم تأييد حكم الإعدام. هو كان عبارة عن مذكرة طعن ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة. ولكن اليوم خلال عنواني البث المباشر بنتكلم مع حضراتكم ان في مفاجأة مدوية، مفاجأة غير متوقعة، محمد عادل من الوالد المتهم في قتل، المتهم بقتل إزهاق روح نيرة أشرف في المنصورة بنسبة كبيرة، من الوارد ان هو يفرط من حبر المشنقة، يفرط من الاعدام، يفرط من عشماوي. هنا طبعا مش عايز اطور على حضراتكم، المزيد من التفاصيل هنسيبكم مع طبعا المحامي استاذ وليد ابو حميد، وهو ضمن المحامين اللي كانوا بيترافعوا عن محمد عادل في محكمة النقد، ضمن المحامين الاربعة هو واستاذ اشرف نبيل وايضا استاذ خالد البيري، وعلى الجانب الاخر محامي كان بالإنابة عن مكتب الراحل فريد الديب. انا برحب بحضرتك وبدون مكدمات، يعني مش عايز استهلك حاجه من الاستهلال خلال البث المباشر خلال المقدمه. طيب. وحابين نعرف المفاجآت دي. طيب. في مفاجآت كتير مدويه، بس عشان الناس لما حد بيتكلم، هو احنا امام حكم نهائي بات واجب النفاذ الا اذا النهارده، عشان انا عارف انا بتلقى ناس بتقول لي شكرا على موقفك ووقوفك للاخر مع محمد عادل واسرته، والجبهه الثانيه بيقول لك ده راجل محامي الشام. لا حضرتك، النهارده الحكم عشان اوضح انا من الثقافه القانونيه وتاريخي، الحكم ده اصبح نهائي وبات خلاص من صدوره محكمه الجنايات، بقى نهائي واجب النفاذ. بات استنفذ طرق النقد العاديه وغير العاديه من يوم 9/2، الحكم واجب النفاذ خلاص كده، ومش هيتعدم في ميدان عام زي ما البشر اللي بيقولوا وبعض الناس اللي مش عارفه قانون. حضرتك يعني في خليني بس اتفضل عشان نوضح للناس دي نوضح للناس. يبقى هو من 9/2 الحكم نهائي بات واجب النفاذ، وبينفذ طبقا لقوانين مصلحه السجون وتعليمات النائب العام فيما يخص عقوبه الاعدام. خلاص حضرتك، ال 2% اللي انا بكررها، لو في معلومات او دلائل تغير وجهه الفصل في الدعوه، تغير وجهه الفصل في معلومات جديده، تقارير الطعن فيها حاجات كانت مقدمه للمحاكمه ثبت عدم اقوالها، الولد كان جالنا تقرير طبي، حد جاء قال لنا الولد كان متنوم مغناطيسيا، الولد اتعالج، انا قريب هشوف والدته. يعني حضرتك انا بتنوم معانا خلال بس مباشر ان في طبعا موقع بصراحه غبيه، وكان صاحب الانفراد الاول مع حضرتك، ولكن يعني شفت انا جاي يوم الخميس وكنت اشكلت، انا بقالي يومين وكنت تعبان وطلعت معاك، وانا شايفك شاب مقاتل واستمريت، انا الوحيد اللي قاعد لاخر الجلسه وحضرتك الصاحب الوحيد اللي قاعدين، شفنا القرار بعلينا رسميا ان هو ايه، طلع القرار بتاع المحكمه قبول شكلا واقرار حكم الاعدام. احنا عندنا في حاجه في القانون ده موجوده في القانون اللاتيني وبالقوانين الغربية، كل القوانين في القانون اللاتيني وفي القوانين اللي في ألمانيا وفرنسا وأمريكا وإنجلترا وكل الدول المتقدمة، موجود حاجة اسمها التماس إعادة النظر. التماس إعادة النظر المشرع بيفترض إن حضرتك إن لو عايز الشحن لا اتفضل كمل. بيفترض ان في خطا وقع اثناء المحاكمات او اتحكم بدليل او بمستند ظهر او ثبت عكس الدليل ده حضرتك، او ثبت عكس الدليل ده، فحضرتك هنا بيحق لمن بيده المستند ده لصالح الانسانيه وللصالح العام يقدم طلب، يقدم بالتماس إعادة نظر. طلب التماس إعادة النظر ده ليه شروط معينة مطلوبة والقانون طلبها، لازم حضرتك تتوافر الشروط دي. النهاردة محمد عادل ما تقدمش قدام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف
يعني بتقول ان في تقسيم تقسيم في خلال محكمه محمد عادل من اول جلسات حتى يعني اخره. هو كان في حضرتك القضيه زي ما بنتكلم بقى بالعوام كده عشان نفهم، القضيه ما استوتش جنائيا، فيها تحريات. ما النهارده حضرتك القضيه خدت اتجاه واحد من اول، ادانه لمحمد عادل. الولد اتطلع ملط واتضرب وبلطجيه وهددوا اهله واستكتبوه على صلاه امانه مع المريض النفسي دي. اه طبعا طبعا طبعا، ومن معارفها ده من بدري من بدري، مش من الواقعه دي، مش من بدري، ومثبوت في الحكم، وانا باكد لك مثبوت في الحكم وفي اقواله امام النيابه مثبوت، والشهود اللي اتسالوا. طب الكلام ده فين؟ يبقى القضيه ماشيه اتجاه واحد، والسرعه اللي اتعرضت بيها. احنا مش ضد احنا مش بنتكلم، انا مش بتكلم عشان محمد عادل، محمد عادل قضيته لا هتزودني ولا هتنقصني. عشان هتلاقي تعليقات عندك من بعض الصفقاء والسفهاء، اكتب على جوجل وليد عبد الحميد المحامي، معروف تاريخ يعني، الحمد لله بفضل الله متواضع لله، ما عنديش كبر. انت عاجبك بتصور في مكتبي، انا قاعد اهلا بيك، انت شايف عندنا شغل ومسطوره الحمد لله. حتى لما بقابل صحفيين بقابل بعد ما اخلص مكتبي. يبقى حضرتك هنا مش من عشاق الشهره، مش عبد مشتاق عشان بعض السفهاء اللي بيعلقوا. طيب. الولد قتل، بس ده مريض نفسي ومصمم زي الاجانب كده، انا مصمم الولد ده مريض نفسي. بقول لك على مستوى البلاد العربيه الامريكي، الولد ده كل اللي يشوفه مريض نفسي، وامه واخواته لازم عارف، لو اخته وامه طلبنا من النائب العام يتعرضوا على الطب الشرعي وطلع عندهم توحد، اهو ده دليل جديد. هيقعدوا بقى يغشتوها مني، بس مش مشكله، يهمني الولد ما تشنقش ما اقدمش. طيب انت كمان بتقول ان الاسره بخلاف محمد عادل الاسره كلها بتعاني من طبعا 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 مرض التوحد، يعني توحد بالمزمن. ليه سمات كده، قصه غريبه كده، وعندنا كتير في مصر دي بتيجي نتيجه يعني زواج الاقارب. لما الريس طلب يتعرض الزوج والزوجه، انا عمري ما دافعت على نظام ولا رئيس، بس الرئيس لما بيتكلم في الحته دي مهمه. النهارده هقول لك حاجه والله العظيم حصلت، احد القضايا كانت لسه جايه قريب، ابنها معوق وعنده شلل واتجوز واحده حامل خلاص، وانا ثبت له النسب، والبنت عندها سنه، يعني مخبيه البنت من سنه وقالت له بنتك. طب ده كلام فحضرتك، بس يعني مش حابين نطلع كلمه روافد، خلينا في القضيه. مش روافد والله، انا مع القضيه، مع القضيه دي جايه ايه من مجتمع في بوظان. ما القضيه دي نتيجه ايه؟ الطرف المجني عليها الله يسامحها ويغفر لها، والولد. هو لو كل ولد، ما انا هقول لك برضه تفكر بالفكر المعاكس، هو لو كل واحد يتقدم لواحده وبيحب واحده وسابته يروح يجيب سكينه ويموتها، طبعا ده مش منطق. طيب ما احنا بنتكلم كده، هو عمل كده، يبقى ده خارج السياق بتاع البشر والمنطق. بس عمل كده ليه؟ لما حد يقهره، سيدنا رسول الله اوصانا بعدم قهر الرجال، لما حد يقلعه ملط ويضربه بلطجيه ويهددوا اهله وعشان هو ضعيف وغلبان، موجود والله في الورق، والله موجود موجود، وطلبنا ان هو تعرض لضغط نفسي جاله الغضب بسبب يا بيبت استكر على اصالات امانه واتضرب كذا مره، واحد كلمه. ما هو انك بنتكلم على الفحص الفني بتاع تليفونه وتليفونها، لو اتفحص مش الفحص فتح التليفون، لا يا باشا، كنا عايزين الفحص الفني بتاع التكنولوجيا، جهاز التكنولوجيا في الانترنت، يقول لنا من 6 شهور في رساله بعتت له من واحد ادعى ان هو ظابط، قال له انا هعمل فيك المكالمات بتتجاب مسجله عند شركات المحمول، دي جريمه قتل، في حقائق كتير يعني نظر امام المحكمه الجزء ده من الادله، ما اتنظرتش ربع الكوب، ما اتنظرش بقيت ده. انا مش عارف في قضيه تاني بتاع الولد اللي هو اسلام، مش عارف قضيه مشابهه طب اشمعنى ده راح الطب الشرعي، الطب النفسي، مجلس القومي للسلامه النفسيه، وده ما راحش، ده اتسال من القاضي الجليل اللي بنجله وبنحترمه عشان منصبه. حضرتك اشمعنى ده هو يجوز للمريض النفسي اساله انت مريض نفسي؟ هو ضرس وجعه هيقول له ضرس وجعني؟
يعني المريض النفسي القذافي كان مريض نفسي عنده جنون العظمة زي نابليون. هل لو انت سألت الرئيس القذافي اللي كان بيبوظ المؤتمرات ايام الرئيس مبارك الله يرحمه ويشتم ملك السعودية ويعمل، مش قصدي طبعا حاجة، انا بحب ليبيا وبحترمهم طبعا، هل ده كان عاقل؟ ما ده مريض نفسي الولد. لما شوف طريقة اسلوبه في الكلام، انا اتحدى يعني كمان بخلاف يعني طريقة اسلوبه، كنت وضحت لنا بكده ان المرض النفسي وتحديدا التوحد بيبان خلال يعني رسم الوجه او في رسم الوجه ومقاييس. ويا ريت حد من متابعينك الدكاترة يقول لنا، لو انا كذاب يقول لك الراجل ده كذاب. الذهان العقلي برضه شفت في التعليقات على الموقع يقول لك ما هو شاطر يا سيدي الذهان العقلي ده يطلع زي اينشتاين، شاطر جدا. خليني برضه اذكر حضرتك بالنقطه دي، قلت لنا ان اينشتاين طبعا ده لا غبار عليه في التفوق، عنده امراض ذهنيه. تخيل تسلا اللي هو عمل نص المخترعات اللي منها حضرتك التليفون اللي انت ماسكه ده، تسلا كان عنده امراض. سقراط يا جدعان عنده امراض، مراته جننته. سقراط نفسه كان عنده امراض نفسيه يا اخوان، مش عيب المرض النفسي ده، مش عيب. حضرتك بص، لما كنت في امريكا في ايه حضرتك؟ في رقم تليفون تتصل بيه تدردش معاه عشان تنافس، يعني مثلا حد ضربني او ضربك دلوقتي بالقلم، رد الفعل السوي ايه؟ ان انا هشتكيك لربنا. رد الفعل الجنان ايه؟ ان هقوم جايب طبنجه ولا سكينه واجري وراك اموتك، او ان انا وانت نجري ولا اللي ضربنا. فحضرتك المريض النفسي ده في بعض الناس في الدول العربيه بيستخدموه اداه. طب كلمني كده، يعني الجاني هنا محمد ادم تعرض للاستغلال، بمعنى ايه؟ بمعنى ايه الجاني ارتكب يعني وقع تقشع لها الابدان وقع دمويه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، تعرض للاستغلال؟ للاسف في بعض الناس استحوذوا على اسرته. انا بقول لك اصل مش محتاج حاجه بالكلام ده كله، ده هنقول لحد يبعت لنا تليفون، عندنا والله تليفونات، مش هنقول لحد يبعت لنا ساعه، بعت لنا بدله، ابعت لنا فلوس. ما انا هقول لك، في ناس استحوذوا على اسرة الولد. اقول لك المفروض كان يتعمل ايه؟ اسرته تتعرض على الطب المجلس القومي للصحة والسلامة النفسية. لقينا عندهم مرض وراثي، ده دليل. في شهادة الشهود اللي موجودة المحاضر ان هو استكره على اصالات امانة. البعض لو صحي ضميره الواقع اللي هم ضربوه كانوا عايزين يلبسوه قميص نوم والكلام القرف ده، يعني على غرار مسلسل الاسطوره كده. ايوه يا سيدي، ايوه. ما هو بص، الاعلام الزفت والمسلسلات الهباب اللي بتدي الصوره بتاعت الشاب بدل يا سيدي ادي لعيب الكوره كويس زي الكابتن محمد صلاح اللي كلنا بنفتخر بيه، اديني صوره. انما عبده موتى وشايد كتكوت وشايد شنكور، فانت خليت القدوه اللي الشاب بيتفرج عليها البلطجي اللي ماسك. يا راجل انا شفت على اليوتيوب، هقول لك حاجه، انا شفت في فرح شعبي مجموعه نساء بيرقصوا بالسنج، وبنت شابه جميله محترمه، ده موكل بيوريهاني، بترقص على السنجه وتعمل كده، والبنت ما شاء الله اجدع من سور زكي زمان. ده من انهي مجتمع ده؟ عشان اللي بيتكلموا بس، ده منين ده؟ ستات كبيره 60 سنه و70 و50 و40، مش هنقول في مدينه ايه، بس ابحث على اليوتيوب كده، اكتب فرح شعبي والرقص بالاسلحه البيضاء. لما مؤاخذه شويه نسوان ماسكين سنج وبيرقصوا فرح شعبي، ده مش عنف؟ الناس دي اتحاكمت؟ احنا مجتمع فاسد يعني. الناس دي اتحاكمت؟ نسوان بترقص بالسنج وطالع على مواقع التواصل عليهم على اليوتيوب، اتحاسبوا؟ دول كانوا طالعين بيناوين يطلعوا العمره. يعني يا استاذ وليد اسف مقاطعه حضرتك، ولكن شتان الفرق بين وقعه محمد عادل ويعني مجموعه من السيدات بيرقصون بالاسلحه. نعم انت بتحرض كده، ده مجرد حاجه من العنف، وليكن الاستعراض يعني استعراض القوه في القانون معاقب عليه، معاقب عليه، معاقب، لا في ضرار، ده معاقب عليه في القانون. دم النحر يا النحر بقى، لا اما عايز اسال حاجه، دم النحر. طيب التقرير الطبي قال جزم ان السكينه او الاداه دي هي اللي طعنت؟ ما هل هنا السبب الرئيسي؟ او ضربها، ممكن ضربه ببطنها في رقبتها بس ما نحرش اللي اتشالت. انت شفت الولد وقفوا على راسه ازاي؟ اتوقف على راسه بنضرب وتبهدل. هل
كان فين المره؟ انا برضو اللي مش عايز يعني مش عارف اجمعها. انت بتعمل معايا بس دلوقتي خلاص؟ ازاي من الساعه 9 و10 في حد فاتح بس عند الجامعه والقصه دي كلام؟ يعني ده كان لايف لحظه او قبل قبليها بساعه بساعه. طيب ده ايه الكلام ده؟ ده يعني ده وانا انا متجنن. ده ممكن اللي محرط. في حد مجهول. بص، اللي يعرف الحقيقه محمد عادل واسرته والمقربين ليه، ولا الله يرحمها نهير اشرف، وانا بدين ان هو نحارها، بدين ان هو قتلها. طيب احنا برضه حبينا يعني عشان تاني اهو، معلش اسمح لي، انا ضد العنف والله يرحمها وبعتبرها زي بنتي، هو زي ابني. انا ضد ان هو نحارها وضد انه تعدى عليها على حقها في ازهاق الروح، انا ضده. بس وانا ضد عدم اجراء محاكمه عادله ليه. بس انا احنا م... وانا ب... انا يعني احنا بنتكلم من الناحيه الفنيه القانونيه الولد ده حرم في اخلال في حق الدفاع ليه في اول درجه، ومحكمه النقض لما تصدق برضه في الحكم اخلال بحق الدفاع. اشمعنى وديته اسلام اتعرض على مجلس القوم للصحه للسلامه النفسيه وده ما اتعرضش؟ وبقولها لوجه الله ولا بيهمني حد. طب وجود محامي ابتدائي في اولى جلسات ده من ضمن الاخطاء، ده مفروض من النظام العام. قلنا كده، حد سمعنا؟ ما هو في اتجاه. بص حضرتك، انا بحترم القضاء المصري، بنحترمه على راسنا عشان ده قضاءنا. بس حضرتك الاستجابه او الضغوط اللي بتتعمل المجتمعي، ما مجتمع بيضغط على ايه؟ ما هو الضغط على النيابه وعلى لسرعه الاحاله. حضرتك ده خطا. ما هو احنا في مصر الابيض الاسود. لا حضرتك، المفروض كل قضيه تاخد وضعها السوي الطبيعي، وبعد كده يعني تاخد اجراءاتها المظبوطه عشان الناس بتبص لنا بره. يعني خلاص انا دلوقتي انا قاعد، انت قاعد حاجة بتعمل معايا بس، فالاسكا اتفرج علينا ان مومنت، في نفس اللحظه في نفس الثانيه خلاص. العالم الفكري اللي الناس عايشه فيه ده انتهى والله. انا قاعد بكلمك لسه واحده بتبعت لي على الواتس من السويد، والتاني من امريكا بتفرج علينا، وده من امريكا وده من سوريا. خلاص العالم بقينا في قريه واحده سمول فيليج. فاحنا كنا نتمنى هو احنا تاني بعد قدام حكم قضائي نهائي بات، الولد خد اعدام، ولكن انها يا سيدي الفاضل اقدار الله، ان اراد الله له النجاة سينجيه كما نجا سيدنا ابراهيم. قال لها يا نار كوني بردا وسلاما. احنا ما بنقولش عليه نبي، هو شاب اخطأ وهي اخطأت، انما احنا بنقول يا جماعة لاهليته ولكل اصحاب الضمائر، لو في دكتور طبيب نفسي في مصر يديني تقرير من شوف الواد، او يقعد مع الواد النائب العام يسمح لنا بزياره بره الكلام ده. اصل احنا عايزين حقيقه. الحقيقه هي الحكم القضائي عنوان الحقيقه، احنا مش عايزين الا الحقيقه. الواد ده مريض نفسي، خلاص يبقى ما يستحقش الاعدام. وبيني وبينك كنظريه حياه، الاعدام اريح له، هيموت ويرتاح، انما لما يتسجن 15 سنه يتعذب فيهم. طيب السجن برضه اسم قدر حضرتك، لكن احنا حابين نقول الولد من عنوان بس مباشر، ان في مفاجاه غير متوقعه من الممكن من المحتمل ان محمد عادل يفلت من حكم الاعدام من قبل ما شناه. الغرض من العنوان ده اعتقد ان الحق، لان احنا طبعا موقع اتسم عنه بيه الوضوح والدقه. الغرض من العنوان ان بنسبه 2% وفقا ليه، يعني وفقا لما جاء على لسان استاذ رجاء عبد الحميد محامي بالنقد وايضا المترافع عن محمد عادل، هناك التماس في اعاده النظر في حال وجود ادله جديده، في حال وجود يعني شهود شهاده شهود تقارير يعني طبيه معلومات خفيه ما لم تتم عرضها في الملف ده. يعني الملف ده ما تعرضش فيه معلومه، جت حاجه جديده. ده كان الغرض والهدف من يعني عنوان البث المباشر والمحتوى اللي احنا بنقدمه. طب اقول لك جزء عشان تبقى انت انفراد، بيقال مش عارف فيه وسيم ورق الجواز عرفي، مش عارف بيتقال ايه، ما بيتقال، وواحد بيقول ده متنوم مغناطيسيا، واللي كان منوم يعني ماشي جنبه. يعني جزء اصيل اللغط ده، يعني جزء اصيل من طبعا النظر بيرجع برضه للوالده. قلت لنا ان انت تواصلت مع الوالده، حاجه من الغموض شعرت بحاجه من الغموض. انا وعدك قبل البث، انت الوحيد في مصر هتيجي معايا وانا مع والدته ومع حد تاني هنبقى رايحين. إيه
هنا يا استاذ وليد انا بحكم ان انا راجل قانون حسيت بالطريقه اللي بتكلمني بيها الام حاجه اللي هي بتتكلم وهي بتتكلم معاك وهي بتتكلم في البس معاك وثيقه زواج عرفي بين محمد عادل ونيلي حقيقه الوثيقه دي. طيب بص هقول لك حاجه، انا اتقال لي في وثيقه زواج بين محمد عادل وما اعرفش واحد تاني. انت وضحت يا استاذ وليد احنا بنقول حقيقه مش كلام. لا لا ما انا بقول لحضرتك خلينا نشوف ايه اللي على ارض الواقع. انا سامع، انا لو جبت لك الواتس من مصر ومن بره مصر بعتلي 6000 حاجه عليها وعليه. احنا انا على ارض الواقع اوعدك انا مدي لنفسي 15 يوم ما عرفتش نلاقي دليل جديد هطلع لك ببيان واقول لك تعالى يا استاذ محمد وهات موقع بصراحه الولد خلاص هيتعدم النهارده. ذنبه لو اتعدم في رقبه اللي عنده دليل، اللي عنده ورقه وما جابهاش، اللي عنده واقعه اللي ما تذكرش الولد او ان اهله عندهم مرض عضوي المرض بتاع التوحد، ما تذكرش لو في ورقه جواز عرفي من اي طرف. استمعت لتصريح دكتور هشام حتات وايضا دكتور في طبعا قولا واحدا محمد مريض من حاله الهوس الشغبي. الهوس الشغبي يعني ايوه الشغبي. يعني يعني لو اتسع صدرك علاقه يعني المحاماه بي يعني الجزء النفسي او الجزء اللي بيتعرض للامراض النفسيه، عشان كتير بيسمعها دلوقتي ممكن يقول استاذ وليد عبد الحميد هو محامي بالنقد، ايه علاقته بفكره المرض النفسي او اخصائي النفسي؟ اتفضل. انا شرفت وان انا زملت وزملت مع انا شغلت 28 قضيه فيها المرضى النفسيين، فزملت مع كذا طبيب نفسي كبار اصحاب مستشفيات، اخر واحد كان الدكتور ناصر اللوزة اللي عمل القانون بتاع الصحه والسلامه النفسيه. حضرتك في جزء من القضايا بتبقى انت سالتني سؤال ما فيش صحفي سالهوني ولا حد فاهم الدنيا. حضرتك طبيعه الجرائم بتاعه القتل اللي بيرتكبها المريض النفسي جريمه ذات طبيعه خاصه جدا 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 جدا. خلاص لازم يبقى ليه تاريخ مرضي، ما ممكن ما يكونش مريض خالص بس الطريقه اللي ارتكب بيها الواقعه او حاله الهياج اللي جات له ساعه الواقعه وتحط يتودع يقول لك فعلا مريض، وممكن يبقى مريض بقى له 10 سنين مريض. شوف زي وقت اسلام قال لك مش مريض هو المعيار ايه الفيصل وقت ارتكاب الواقعه. فانا حضرتك المحامي طب اكمل لك دي بس. الفرق بين المحامي المصري والمحامي الامريكي والالماني والانجليزي ايه؟ لما بيبقى المحامي عايز ينجح عندي كتب هندسيه هنا، مساله هندسيه بروح لاهل الهندسه، مساله في الجغرافيا بروح لاهل الجغرافيا، مساله فنيه في موتور سفينه نفهم في موتور سفينه والله بقعد وعندي حد جاي من لبنان في قصه بكره الصبح بنتكلم نجيب والله الناس بتاعت ميكانيكا السفينه تعمل ازاي. طب عندنا في اخطر حاجه في الكون مريض نفسي عندنا قضيه ليه، انا هفتي لنفسي؟ لا بنشوف الراجل ده مثلا دخل مستشفى كان عندي مضرب العذاب مستشفى قصه ولا بهمن ولا في الحمد، فالراجل ده كان مريض نفسي. يا دي ملف زي ده خد بالك الملف بتاع المريض النفسي ده اتحدى حد يعرف يجيبه، ليه حصانه وليه كل حاجه بس على الورق. ما النهارده هتلاقي بقى يقول لك هو كل واحد يروح يتعالج يخش معاه فلوس يخش مستشفى طب نفسي يبقى لا يا جماعه المبنين نهايه كل مبن، ما دي برضو ربنا جعل في كل حدث فينا في الحياه عبره، ده عبره للشباب. اخرتك يا كل شاب بتضرب مخدرات وبتشرب بتضرب معلش سامحني في اللفظ، اخرتك هتبقى مجرم هتتجنن. اللي بيسرع حالات الادمان الحبوب اللي بياخدوها والكيماويات والايس والحشيش بتسرع من ايه؟ من تدمير الخلايا اللي في المخ وتخليك مش سوي. الانسان السوي يعني بص انا بقعد اتشتم بيشتموا فيا للصبح، شتمت حد؟ ما بشتمش حد لان راجل سوي. فانا بقول لحضرتك الميزه في المحامي البره اللي انا اتعلمت على ايديهم ان المحامي الاجنبي بيفهم في الهندسه، لو جات له قضيه هندسيه الطب بتجيله مساله طب. انا مثلا كان عندي قضيه بتاعت دكتور بيعمل عمليه دكتور علاج طبيعي عمل له بالمشرط غلط السبب في قطع رجليه، جبت بقى قعدنا وفي الاخر المحكمه بتودي ايه للطب الشرعي ولجنه من كليات الطب عشان اصل ارواح ناس
فحضرتك ثبت ان الطبيب اخطأ. لما جابوا الطبيب اخطأت ليه؟ الباشا هو بيشتغل في عملية في رجل الدكتور التاني بتاع العلاج الطبيعي وهو بيشتغل فيه جاله تليفون، رد على التليفون قطع شريان غلط خلاص. فهنا ايه؟ يبقى اذا المحامي مطلوب منه لما تجيله قضية هندسية قضية طبية يرجع لأهل الخبرة او يدرس. يعني وين الخبرة التراكمية؟ يعني في علاقة وطيدة بين الشك الجنائي والنفسي؟ طبعا طبعا كلها. خد بالك ده عذر مخفف. هنا لما نتكلم مع محامي زي حضرتك زي وليد عبد الحميد محامي بالنبض ويكلمنا عن الجانب النفسي، محدش يعني غير محبذ ان حد يطلع ويقول ايه علاقة الطب النفسي بمحامي بالنبض او محامي جنائي. الاثنين علاقة وطيدة ببعض. طبعا طبعا. النهارده حضرتك انت قلت لي كان الدكتور حداتة لما اتكلم على الهوس الشغفي وقال الولد الهوس الشغفي ده حضرتك زي التليفون ده انا متعلق بيه او متعلق بشخص، لا التليفون ده يفضل في ايدي لا ارميه اكسره. يعني لا هي تتجوزه وتبقى هي حبيبته اللي هو اللي اتجوزها، لا مش لاعب. يعني العقده دي من هو صغير. انت مش بتشوف طفل لما تيجي تاخد منه اللعبه يقاتلك ويجري ياخدها من ايدك ويرميها يكسرها. ويعني خارج دليل او خارج نموذج على ده تصريح مسيء جدا لمحمد عادل في الوهله الاولى من القضيه لما قال ذبحتها وخدت راسها عشان خدت راسها معايا البيت عشان اشوفها على طول. يعني طيب ده بني ادم عاقل؟ طب اديك انت اللي قلت ده بني ادم عاقل. في حد طبيعي هيقول الكلام ده يا جماعه؟ حد عاقل هيعمل يقول الكلام ده؟ طب برضه ممكن البعض اللي بيسمعها دلوقتي يقول وارد يكون كله كلام مصطنع. كلام مصطنع ازاي؟ من اجل يعني ادعاء المرض. عايزين جهه فنيه تقول الكلام ده. لا انا ولا انت ولا محمد عادل ولا اي جهه. المختص بالكلام ده طبقا للدستور والقانون المجلس القومي للصحه والسلامه النفسيه. لو المجلس القومي اتعرض على اللجنه وتم ايداعه 45 يوم وقالوا ده بيعاني ذهان عقلي هوس شغفي الكلام ده كله، يبقى هنا ده دليل التماس عاده النظر. هل التوحد يعني مرض نفسي ولا مرض عقلي؟ ده مرض عضوي وعقلي الاثنين مع بعض. مرض عقلي وليس نفسي. وعضوي. ما هو ده ألعن. ده ألعن. ده أصعب. هو كل الأمراض النفسية عموما برضه عشان الناس نفهمهم لوجه الله. هو إيه مشكلة كل الأمراض النفسية؟ مشكلتين اتنين. حضرتك إحنا جت سورة الرحمن، سورة الرحمن في القرآن الكريم الناصية. هنا شايف المركز ده اللي انا بنشاور عشان نعلم الناس. هنا اهو المخ عامل كده، ده مراكز الاتصال واتخاذ القرارات. انا شايفك فبتكلم مراكز الرؤيه والحاجات دي. هنا في فصين مخ، الفص الايمن والايسر، في اتصال بينهم. لو مرض عضوي مفيش اتصال بين الجانب الايمن والايسر. انت شوف مثلا انا ايدي اليمين بتتحرك اهي، بس جاي لها الامر من الفص الايسر. فالفص الايسر والايمن لو حصل مشاكل في الاتصال بينهم بينتج عنه امراض نفسيه عضويه. يعني هو مولود مخه كده، مش بيقعد يقول لك مخه شمال مخه مش عارف ايه. طيب البني ادم اللي عنده الاتصال كابلات، انت عارف مليارات الخلايا البصريه والسمعيه والاتصالات هنا، اذا الكابلات دي سليمه والاتصال بين الفصين سليم مع مقدمه الراس الناصيه، الناصيه دي لو اتخبطت فيها ممكن يجي لك مرض عضوي. خبطت في ناصية راسك ما تعرفش تاخذ القرار. يبقى حضرتك المريض النفسي ده في نوعين، نوع عضوي ونوع مريض نفسي من الحياة. يعني عايز واحد قال له عملته وبضوه وضربوه كانوا يلبسوه قميص نوم، هو واد متفوق عايزه بعد كده يطلع احمد زويل، ما دي برضه إجابة. اي مشاهد بيلوم عليا يقول لي لو هو يرضى زي ما كان عايزين يلبسوه قاموس ان هم يضربوه ويهددوا امه واخته ويمضوه صلاه امانه، صلاه امانه يبقى لا. انا حصل اهو والله العظيم حصل يا ناس. شقيقة محمد عادل هي بنت يا اخرى، يعني مكونه ابنها اشرف هي برضه بنته وتعرضت لتهديد بيروح يعني طيب بيقتل وضرب. هقول لحضرتك حاجه، عندنا كام شاب حب، كلنا كنا في الجامعه، حب في الجامعه والوفق واتجوز اللي بيحبها وما بيحبهاش، هل كلنا بقى نجري اول واحده حبيتها اروح اموتها؟ ده فكر الاسواق. انت شخصيا وكل المشاهدين كل واحد حب في حياته، ما فيش اللي دخل جامعه حب وحصل اكيد، ده الواقع. راح بقى موتها، راح موتها. للاسف احنا الغرب بيتفوق عليه. امتى مصر هتتقدم وبدل عربيه؟
اما عندنا نعترف بالمشكله هو جزء من التقدم، اعتراف بالمشاكل المجتمعيه والاقتصاديه وكل حاجه. نعترف الاول بالمشكله، نفهم في مشكله، الله يرحمه صديق الدكتور صلاح جوده والله يرحمك يا ولي ابراشي، نعترف الاول في مشكله، عندنا مشكله، احنا عندنا مشكله في شبابنا، والعدو مش هنسيب الدوله طبعا طول عمرها عدو لمصر، بتدمر الشباب بالبانجو يا راجل، ده الشباب عمالين كل شويه مخدرات جديده، وللاسف فنانات بيتنيلوا يجيبوا من بره بودره وقرف واستخدام شخصي، كلام يعني يا جماعه خلونا عايشين. احنا عندنا مشكله في هتحبسني انت النهارده، احنا عندنا مشكله في شبابنا، عندنا مشكله في علاقاتنا الاجتماعيه، مشاكل عميقه اكتر من المشاكل الاقتصاديه. طيب يعني كلنا بنتعشى وبناكل ونشرب رغم اللي حاصل. خلينا نرجع برده تاني، نعود تاني مره اخرى لصلب الموضوع. هي بس يا باشا انك تتلقى اتصالات ودعم خارجي، وفي يعني لا مش دعم خارجي فلوس، لا يعني دعم معنوي، دعم انا دكاتره نفسيين من بره مصر، دعم معنوي فقط، دكاتره امراض وراثيه ودكاتره نفسيين اجزاموا 10,000% ان الولد مريض نفسي وعنده توحد، اكتر من اخصائي نفسي عرض عليك كل ده عايزين يشوفوا الولد. احنا بنطلب من النائب العام وهنتقدم بطلب رسمي ان لجنه تشوف، خلاص هيتعدم، عايزين لجنه تشوفه. هل ده انا عايزين نعمل التماس اعاده نظر، التماس اعاده نظر لازم لينا شرط، الولد ده لو طلع حالته النفسيه مريض نفسي ده دليل ينزلنا جديد، طلع مستندات حد شهد بيقول لك ده في واحد مقوم مغناطيسيه، الواد ابو فانيلا الصفرا اللي طعنها، عايزين الكلام ده على ارض الواقع، مفيش الكلام ده بعد 15 يوم اقول لك خلاص الولد هيتعدم. اللي حضرت محمد عادل ويكلمه في ودنه قبل ارتكاب الواقع. طيب اهو ما كل الاعلام عالي وكل ده على اليوتيوب، ما لقيناش صدر الكلام ده في الورق. انا مشكلتي الورق ما لقيناش صدر الكلام ده، موجود في حد محرضه، الولد ده في حد محرضه. وممكن يكون متنوم مغناطيسيا. طيب احنا في نقطه كنا انا عارف الجمله معلش اعيدها عليك، اما بيقول لهم انا عايز راس عشان تفضل معايا، طب ده سليم يا جدعان؟ مش سليم، ده حب يعني، في حاجه من الجنون حق اللي هو الهوس الشغبي اللي قال عليه الدكتور مجدي حتاته. طبعا لتصريح الدكتور ايوه ده خلاص، هو الدكتور هشام حتاته بيتكلم صح، النهارده هتاخد مني علبه السجاير دي فانا همسكها كسره، ما تاخدهاش مني، ده مرض نفسي صح، ان هو بيدمر الشيء عشان انت ما تحصلش عليه. ففي النهايه احنا والله نفسنا اهليتي يتعاونوا، اللي عنده معلومه يقولها، الدكاتره معلش هو معهوش فلوس بنقول للدكاتره النفسيين، هو ما عندوش فلوس، الدكاتره الاسامي الكبيره يزكوا عن علمهم عن عافيتهم، حد يدينا تقرير بيه. لما تواصلت يعني مع والدك محمد عادل كان في لا كان من خلال حد، وان شاء الله رايح لها ما تحرقش الدنيا دي. طب اشارت بشكل غير مباشر على لا خلينا مش عايزين نبوظ الدنيا في لو ملكت في ايدي الوسائل والادوات بتاعت الماده اللي في القانون التماس اعاده النظر مش هتاخر، وانا وعدك انت وموقع بصراحه اول ناس في مصر هتاخده، لو جالي سي ان ان مش هسجل معاهم. طيب يعني بدون ذكر اسماء، بدون ذكر محمد ده سي ان ان طبعا، ده بحترم طبعا يعني قرار حضرتك، لكن في النهايه في الختام نهايتك بس وباشر عشان يعني طولنا بس، والنبي ما تخليش حد يشتمني بس يعني الموقع يعني بتبقى يعني حد شتمني عيب بس يعني. في البدايه اسف على الاطاله واخيرا لا اهلا وسهلا. رد سريع على تصريحات مثيره شفناها عقب تأييد حكم الاعدام من قبل والد نيلي اشرف، وعلى الجانب الاخر يعني المحامي المدعي بالحق المدني خالد عبد الرحمن حين قال امام المحكمه ان فكر محمد عادل ما هو ما دخلش المحكمه ولا اتكلم، ما انا هتكلم محكمة حضرتك، فكر داعشي ويجب ان يطبق الاعدام على الملا في ميدان عام ويوزع على الهواء، ردك ايه سريعا؟ تمام، انا بنقول للكل اللي اتكلم في القانون، رجل القانون اللي اتكلم في القانون ما عرفش قانون يروح يتعلم. اتفضل. النائب العام وقانون الاجراءات والعقوبات منظم وقانون لائحه السجون منظم كيفيه تنفيذ حكم الاعدام. احنا مش في العراق اللي خدوا صدام ذبحوه لا 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 وركلوه، لا حضرتك مصر هنا دوله ذات تاريخ عريق، مش بقول ان انا عشان مصري، من اقدم الدول اللي فيها محاكمات ونظام قضائي. جاء سيدنا يوسف الشرح في قصه سيدنا يوسف ده النظام القضائي، مش جابوا الخبير قال قضى من خلفه ومن دبر. المهم القانون المصري ما فيهوش العلنيه ولا التشفي في حكم الاعدام، هو يطلب تتعدم في ميدان عام، تتعدم في ميدان التحرير، في ميدان جمصه، ما فيش الكلام ده. القانون فيه سجن استئناف مخصص لتنفيذ عقوبه الاعدام،
ولشروط معينه الى يتم تنفيذها بالقانون بيتري عليه الحكم. ولو هو مسلم بيجي بيلقنه احد المندوبين من شيخ من مشايخ الازهر، لو هو مسيحي قسيس من طائفته، لو هو يهودي خكام يهودي ليه، ده الكلام ده كان في مصر قديم. يبقى كلام الهبل اللي بيطلع علينا ده، ما هو الهبل ما يسمعوش الا الهبل. ما فيش حاجه اسمها اعدام في ميدان عام، ولسه كان قبل حضرتك تسجيل مطالبه باعدامه في ميدان عام الاستاذ. ما فيش حاجه اسمها تعدم في ميدان عام، دي فيش فكر ده. ده الاعدام عندنا في مصر حاجتين، لا في ميدان الرمايه العسكري، ده اما الاعدام في سجن الاستئناف بعد حكم محمد عادل. برضه عشان الناس اللي بتتكلم كتير، محمد عادل ادعى على حيثيات الحكم 30 يوم، بعد ال 30 يوم كل سنه وانت طيب. الناس ما صحيش ضامره، كل اليوتيوبرز وكل يهاجموني يهاجمونيش مش بلاهم كلهم. كل اللي استحوذ على اسرته وخبى الدلائل علينا، وكل اللي جري واستفادوا من وراه ماديا او ماليا، الله ينتقم منهم. المحاكمه كان ممكن تمشي احسن من كده. بتطلع ان مواقع التواصل الاجتماعي بهدلت الواد، قلبوها قضيه اهل وزمالك. هو طبعا الولد دخل في الولد هيتعدم، مريض نفسي وهيتعدم. لو مره بنشوف يعني قضيه بيتحكم فيها بشكل قوي جدا الاعلام الاعلام السوشيال ميديا. الاعلام هقول لك حاجه، انا وصلت ان بعض الناس بتقول في جهات خارجيه اللي عامله القضيه دي، يعني للاسف. ما هو بص، اديني التقنيه اللي طلع بيها الايه اللايف، التقنيه بتاعت اللايف، ايه اللي حصل، ازاي تتصور، اللي جابوا منين من على اليوتيوب، الولد ابو صفرة ابو فانيلا صفرة واللي ضربها واللي عم في وابن عمها وابن عمها وام محمود غريب، قصص قصص قصص. يبقى اذا هناك شيء اخفي عن هذا الملف، لو ظهر شوف اختمع معاك يستوجب ظهور دليل جديد. وقعت حتى انا قلت لك 2%، هو الوقت تاني، هو يتم ايداع الحكم في 30 يوم يكون في صحيح القانون، بعديها ب 10 ايام يا باشا ينفذ. انا بشكر حضرتك جدا، انا شاكر لمشاهدينك واتمنى الاحترام بس في التعليقات. شكرا. يعني دي كانت مفاجآت جديده، مع استاذ وجيد عبد الحميد محامي النقد. وايضا هنا مش مجرد خبير قانوني، ولكن هو ضمن المحامين الاربعه اللي كانوا بيترافعوا عن محمد عادل جلسه الخميس الماضي في محكمه النقد هنا في القاهره، تعقيبا على قرار محكمه جنايات المنصوره بحاجه محمد عادل الى فضيله المفتي. يعني هنا كان استاذ وجيد عبد الحميد زي ما وضحنا لحضراتكم ضمن الاربعه اللي ترافع عن محمد عادل للدفاع، هو وطبعا يعني استاذ اشرف نبيل ومحامي اخر بالنيابه عن مكتب فريد، الاستاذ الراحل فريد الديب، وايضا استاذ يعني خالد بري. جينا هنا الاستاذ وليد عبد الحميد بيكلمنا عن مفاجات جديده فيما يتعلق بالتماس اعاده النظر تحديدا، اللي ممكن يعني تعود مجريات الامور ويتم اعاده النظر من جديد في قضيه محمد عادل التي اثرت الاعلام وحتى اللحظه لزاله بوتوسير ونالت محطه انظار السوشيال ميديا حتى اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها. يعني دي كانت ابرز التفاصيل، كان معكم انا محمد صقر موقع بصراحه، دمتم في امان الله وحفظه.